خلال خسوف كلي للقمر، أطلقت كاي بورليس العنان لقدميها وسط غابات هاواي المطيرة، لكنها لم تدرك أنها مرت على بعد خطوات فقط بجانب أحد أقدم أساطير الهونولولو وأكثرها رعباً، وهو شبح سائر الليل. كان ذلك في يناير 2019 أثناء مشاركة بورليس في سباق هارت 100 عبر الغابات. رافقتها في رحلتها صديقتها كاسي لتلتقط لها بعض الصور، ولكن بعد عودتهما تبين أن بورليس لم تكن لوحدها، حيث ظهر شبح شخصية داكنة مختبئة بين الأغصان. وبالتقصي عن هويته، أخبرهم البعض أن ذلك أحد النايت مارشرز. فوفقاً للأسطورة، هناك أشباح من محاربي هاواي القدامى تجوب الجزيرة، وأي إنسان يحدق بها مصيره الموت.